تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله العظيم. أيها السادة، وكما بدأنا نختتم مسك الختام آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، يتلوها علينا قارئ اتحاد الإذاعات والتلفزيون وملك الإبداع الأول، ملك المقامات وصاحب الشعبية الجارفة في عالم دولة التلاوة، والذي جاب أنحاء العالم الإسلامي كله، الذي شرف مصر أمام العالمين العربي والإسلامي في المحافل الدولية، فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرك. أسأل الله تعالى له بالتوفيق والتجلي، ولي ولكم حسن الاستماع. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة، أيان مرساها. فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إنما منذر من يخشاها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة، يسألونك عن الساعة
يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى إنما أنت منذر إنما أنت منذر من يخشى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما طارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما كما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب والسماء والطارق
وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما والترائب إنه على رجعه لقادر سهل. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. لا إله إلا الله
والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اقرأ 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 باسم ربك الذي خلق الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ 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 باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ 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 وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم الفاتحة اللهم إني أسألك يا عليم يا علام يا من لا يغيب عن سمعك كلام أن تجعل كل ما قرئ في هذه الليلة في ميزان حسنات الفقيد الراحل يا رب العالمين
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وجاف الارض عن جنبيه يا رب العالمين. اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه، وان كان مسيئا فتجاوز اللهم عن سيئاته وارزقه الفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين. اللهم روحه بروح وريحان، وكن عنه يا رب راض غير غضبان يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، واغفر اللهم لنا وله يا اكرم الاكرمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ختم تيلتنا بالذي هو خير، ايات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا قارئ اتحاد الاذاعه والتلفزيون وملك الابداع الاول ملك المقامات، والذي جاب اكثر من 38 دوله حول دول العالم اجمع، والمقيم مدينة القاهرة فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر الحرج.